حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون مين الشخص اللي عاوزك معاه دايما، اللي بيفكر فيك وبيراقبك على طول. هنعرف النهارده شخصيته وعمله وشكله وحاجة بتميزه، سواء في شخصيته او سواء في شكله، يعني حاجة تميزه بيها. طيب، القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار الأحجار، الحجر الأول، الحجر الأحمر، الحجر الثاني، الحجر التركواز. طيب، لو انتوا اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نبتدي باول مجموعة ونشوف طاقتهم الاول، وبعد كده نخش في القراءة على طول عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوف القراءة التانية. تعالوا نخش في مجموعة رقم واحد، المجموعة الحجر الاحمر او الحروف دي، والقراءة دي تبقى اول حرف من اسمك انت اللي بتتفرج. تمام، تعالوا نشوف طاقة مجموعة رقم واحد عاملة ازاي دلوقتي. طيب، ده انت العيون عليك كتير الفترة دي، شكلك في حاجة مميزة عندك الفترة دي، او انت نجحت في حاجة او غيرت مثلا شكلك، بقيت حاجة تانية، عملت نيو لوك. المهم ان في عيون كتير مركزة معاك الفترة دي، وعيون مش عيون وحشة، لا ده عيون معجبين بيك. طيب كمان انت بتحاول تتوازن، او انت دلوقتي في طاقة التوازن، يعني يا بتحاول تتوازن يا انت بتسعى، يا انت دلوقتي اوريدي في التوازن. طيب كمان انا شايفه ان في انتصار حصل لك الفتره دي، او هتنتصر قريبا في حاجه انت ظلمت فيها. شايفه كمان في طاقات سلبيه حواليك، سحر او حسد، عيون ناس غير الناس دي. يعني انت عندك عيون ناس معجبين بيك، وفي عيون ناس حاقدين عليك. كمان شايفاك ان انت في طاقه عدم، اني مثلا لو حد جه عرض عليك حاجه انت عندك لا مبالاه، سواء في شغل، سواء في علاقه، سواء في اي حاجه، انت مكتفي بنفسك. ايوه، الكارت ده معناه ان انت مكتفي بنفسك، مش بيبص لاي عرض يجيلك او اي فرصه تجيلك، لا انت مكتفي بنفسك وفرحان كده باللي معاك. طيب تعالوا نشوف اكتر. شايفه كمان ان انت بتسعى للاستقرار سواء المادي او العاطفي، بتفكر جدا ونفسك جدا ان يكون في استقرار. في حد انت ما بتكلموش الفتره دي، نفسك تتواصل معاه جدا، نفسك تتكلم معاه قوي، نفسك ان انت تتكلم مع حد مش بتتواصل معاه، او الشخص ده بعيد عنك في المسافه، نفسك ان انت تشوفه. طيب تعال نشوف اكتر. عندك حالة من القلق، من عدم النوم، من الكوابيس. ولو انت ما شاء الله ده لو انت مثلا كنت بتعاني من مرض جسدي، او حاسس ان روحك تعبانة، انت دلوقتي في طاقة او بداية الاستشفاء، او انت وصلت للاستشفاء الكامل، لان الكارتين دول يعني استشفاء. انت في طاقة استشفاء مع انك قلقان، بس انت كويس، انت ما فيكش حاجة. يمكن القلق ده جايلك من الطاقات السلبية اللي حواليك، بس انت في طاقة استشفاء لو انت كنت بتعاني من مرض جسدي. طيب حاسس بحب ناحية شخص، حاسس باعجاب. ممكن يكون الشخص ده كان في حياتك قبل كده، كنتم مع بعض بس ما بقاش معاك دلوقتي، وانت يا ندمان ان انت بعيد عنه، او ندمان ان هو بعيد عنك، يا اما ندمان ان انت حبيته بس هو ما قدركش. المهم ان في ندم في الحب ده، يا ان هو بعيد عنك وهو مش معاك، يا اما انت ندمان ان انت حبيت شخص هو ما يستاهلش الحب ده وانت ما زلت بتحبه. طيب عندي هنا برج الدلو، برج الكوس، وبرج الجدي. تمام، طيب تعالوا نشوف من كروت الانرجي. انت عندك ازمة مادية، وعندك ممكن مشاكل مادية،
حاسس بخداع او انت اكتشفت خداع حد، ممكن تكون كنت في علاقة واكتشفت ان الشخص ده بيخدعك ولسه متعلق بيه وعارف، يعني انت سبته وندمان على حبك ليه عشان انت اكتشفت ان هو بيخدعك. طيب كمان هنا انت نفسك ان انت تخرج، نفسك ان انت تنطلق تشوف الحياة، انت زي ما تكون عامل بوابة كده وقافل على نفسك، نفسك تطلع من البوابة دي. كمان هنا الثيرد شاكرا، الشاكرا التالتة، فيها خلل بزيادة او بالنقصان. طيب تعالوا بقى نخش في القراءة ونشوف مين الشخص ده، الشخص اللي عاوزك معاه ده وبيفكر فيك دايما وبيراقبك. شوف الشخص ده مين بالظبط. طيب تعالوا نعرف مين الشخص ده بالظبط، نتعرف على صفاته. طيب حلو قوي قوي قوي. ده اولا كده شخص غامض جدا جدا، يمكن لحد دلوقتي انت ما تأكدتش ان هو، او يمكن انت شاكك في حد بس هو عشان غامض فانت مش متأكد 100%. طيب الشخص ده على طول بيفكر بعقله، شخص عقلاني. اول كارت طلع الكينج اوف سورد، شخص عقلاني جدا بيفكر بعقله. ممكن يكون الشخص ده شغال مهندس على فكرة. طيب تعالوا نكمل بقية الصفات بتاعته، احنا لسه هنشوف شغله بس انا حسيت كده من الكارت ده انه ممكن يكون مهندس. طيب الشخص ده لانه شخص عقلاني فهو شخص مرن، لو غلط في حاجة بيصلح من غلطه، لو هو شايف ان في عيب بيحاول ان هو يصلح منه على طول. طيب كارت ذا ديفل ان هو شخص يمكن دماغه مش سهلة خالص خالص، يعني دماغه مش سهلة، مش معنى كده ان هو شخص وحش، لا هو شخص ذكي بيعرف يلاقي حلول لكل موقف، ممكن يختلق حلول من دماغه عشان يعدي من موقف معين، هو شخص ذكي جدا. كمان انا شايفة ان هو شخص عملي شوية، ما عندوش شوية مشاعر دي، لا هو عملي اكتر، او بيفكر في المادة، مش المادة اللي هي الفلوس، لا بيفكر في المادة اللي هو الحاجة العملية اللي على الارض الواقع. بيحس بامان لما يكون مستقبل مادي كويس، او يحس ان هو ماشي في طريق صح اللي بالنسبة لحياته العملية، يحس بامان. يمكن هو بيفكر في امواله وفي عمله اكتر ما بيفكر في الحب او الارتباط او المشاعر. شخص عقلاني. من صفاته برضو ان هو شخص مسيطر جدا جدا، شخص يعني فيه شوية تسلط. تمام. غيور، كلامه من دماغه، بيحب هو اللي يمشي كل حاجة، محدش يمشيه ومحدش يفرض عليه رأي. كمان انا شايفة ان هو في روح، اذا كانت بنت اللي انت بتسأل عنها فيها، فيها روح الامومة وفيها حنية من جواها لكن لسه ما طلعتش، واذا كان ولد او شاب اللي انت بتسألي عنه او اللي انت داخلة تشوفيه، فالشاب ده هو قاسي من براه لكن من جواه هو حنين جدا وعنده الحنية باينة فيه، بس هو شكله البراني يحيلك ان هو قاسي لكن هو مش كده. زي ما قلتلكم برضو الشخص ده بيعرف يختلق الحجج او الطرق عشان يوصل للحاجة اللي هو عاوزها لهدفه. طيب تعالوا نشوف اكتر. ده شخص مش سهل، مجموع رقم واحد، مش سهل خالص، مش معناه ان هو وحش بس شخص يعني دماغه جامدة قوي. طيب ده ادم اجيشن والامبرور والامبريس، ده ايه ده، ده ايه ده. هو شخص شوية تحس ان هو بيحب الاكشن في حياته،
بيحب ان هو لما يفكر في حاجة يخش فيها على طول يعملها. البدايات الحماسية، بيحب جدا البدايات الحماسية. يحب النقاش، ويحب اسمه ايه ده اللي هو المغامرة، المغامرة والتحدي. شخص بيحب التحدي جدا، يعني لو حس بتحدي في علاقته معاك وانه عشان يوصل لك لازم يعمل حاجات، فدي تبقى علاقة حلوة قوي بالنسبة له. طيب الشخص ده كمان هتلاقوا عنده الشجاعة، الثقة بالنفس، شخص عنده شرف وعزة نفس، شخص يعني مش سهل زي ما قلت لكم، وكل كروته مش سهلة يعني ما شاء الله عليه. شخص عنده القدرة على القيادة، يعني هتلاقوه كده قائد بالفطرة. كمان الشخص ده بيحب الحياة والإبداع. كمان هنا الكارت ده، الرسمة دي يعني أو الحاجة دي بتدل على إن الشخص ده لما بيحب بيحب من قلبه، وبيفضل مع الشخص اللي بيحبه إلى ما نهاية، إلى ما نهاية. تمام. طيب كمان إيه الشخص ده من صفاته؟ عنده الدافع المستمر إن هو يمشي أو ياخد كل اللي هو عاوزه، ولو قابل عقبات عادي عادي جدا، هو واخد على العقبات دي ويعديها مفيش أي حاجة. دايما الشخص ده برضه بيدافع عن الحق. The magician الشخص ده حواليه ناس كتير معجبين بيه، بشكله، بآرائه، بفكره، بمكانته، بأسلوبه، بكل حاجة. في ناس حواليه كتير، ده هو يعني ما شاء الله بجد شخص حلو قوي. يعني مش حكاية حلو ان هو حلو شكلا، لا مش قصدي كده. كروته كلها بتقول ان هو شخص يعني ليه مكانة، وشخص مش سهل، دماغه مش سهلة. وكمان الكارت ده كمان هو جميل، يعني وسيم زي ما بيقولوا. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الميزان، او برج الحمل، او برج الجدي، او برج الحمل تاني، او برج الحوت. تعالوا نشوف شكله ايه، يا ترى شكله عامل ازاي. عايزين نعرف شكله. هو طويل الشخص ده، لو انت بنت فهو طويل عنك، ولو انت ولد فطويلة برضه البنت دي. طيب او ممكن يبقى طولك انت، يعني يا طويل عنك بكتير يا اما طولك، لكن مش قصير. ولو انت قصيرة فهو يعني هيبقى قريب من طولك، مش طولك برضو اللي هو يبقى شخص قصير، لا مش قصير الشخص ده خالص. لكن يا طويل يا اما طولك لو انت طويل، لكن قصير لا. طيب شكله ايه كمان الشخص ده؟ ممكن يكون بيلبس كاب او حاجة على دماغه كده، بيلبس كاب، او مثلا شغله لازم يلبس فيه حاجة مثلا زي الشيف كده، شفته اللي هو بيلبسه ده، او مهندس بيلبس خوذة مثلا. طيب ايه كمان الشخص ده؟ وزنه متوسط، لون بشرته بيضة او قمحي مايل للبياض. تمام، مش شفتش اسمر هنا، بيضة وقمحي مايل للبياض. لو ده شاب فهو عنده لحية، ولحية باينة فيه جدا، ويمكن حاجة حلوة بتحليه او بتخليه احلى اللحية اللي فيه. طيب ايه كمان؟ ولو بنت فهي امورة جدا 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 جدا، ولو ولد برضه امور جدا وشيك جدا في لبسه. الشخص ده شيك جدا في لبسه، وبيخلي الناس تتواصل معاه او تتكلم معاه من اول مرة يشوفوه، يعني عنده جاذبية جامدة الشخص ده. طيب ممكن يكون برضو من برج الميزان، او برج الحوت، او برج الحمل، برضو نفس الثلاث ابراج اللي طلعوا سبحان الله. تعالوا نشوف الشخص ده شغال ايه، مستواه المادي عامل ازاي. الشخص ده يا ترى شغال ايه، مستواه المادي؟ واو، كينج اوف بنتكلز. الشخص ده مستواه المادي حلو جدا 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 جدا، مدير في شركة، صاحب مكان، مشروع، صاحب شركة، مش شخص قليل خالص. طيب واو، ايه ده، ايه يا جماعة ده؟ مجموعة رقم واحد
الشخص ده مكانته الاجتماعية حلوة جدا جدا جدا، ممكن يكون قاضي أو شغال حاجة في القانون، في المحاماة، وكيل نيابة، ضابط، حاجة ليها سلطة، حاجة ليها إن هو كلامه لازم يتنفذ. واو حلو قوي. ولو بنت برضو، في البنت دي شغلها أو عيلتها كويسين جدا. ممكن يكون شغال ايه الشخص ده، ممكن يكون شغله شغال حاجة برضو ناحية بحر او بيسافر تبع البحر، ممكن يبقى مثلا مهندس بترول، مهندس معماري، ضابط زي ما قلت لكم، او معاك في شغلك انت، او شغال حاجة ليها علاقة بالاحتفالات، او شغال في مكان مفتوح، او صاحب مشروع، او دكتور. طيب ممكن يكون برضو الشخص ده من برج العقرب او الصقر. تعالوا نشوف حاجة تميز بيها الشخص ده، حاجة تميز بيها الشخص ده عشان تعرفوا سواء شكل او صفة فيه. طيب الاتنين دول وقعوا وانا هخلي. حاجة تميزه. طيب لو انت في حياتك حد حاسس ان انت معجب بيه، وهو كمان حاسس من ناحيته ان هو معجب بيك، ولكن في علاقة زواج، يعني لو انت بنت دلوقتي بتتفرجي وعارفة ان انت معجبة بحد او حد معجب بيكي، بس عارفة ان الشخص ده في حياته اسرة، بيت، زوجة، فهو الشخص ده، دي علامة تميزه ان الشخص ده في علاقة زواج، مقيد، مقيد في علاقة زواج. طيب تعالوا نشوف اكتر ممكن الشخص ده ايه اللي يميزه. شخص بيحب الشو قوي قوي قوي، بيحب ان هو يبين الحاجات اللي عنده، سواء حاجة اكتسبها، سواء حاجة هو انجزها في حياته، نجح في حاجة في حياته، او اي حاجة بيحب الشو، انا عملت. هو من الناس دي. كمان الحاجة اللي تميز الشخص ده ان انت حاسس ان في تصرح بينك وبين هذا الشخص، حاسس ان انت متصل بيه روحيا، او ان هو توأم روحك، او شفته قبل كده، او غريب او مش غريب عنك. كمان بتحس ان هو شخص قوي قوي قوي، بس لمست فيه حنيته، انت اللي لمست فيه حنيته. تمام. كمان ايه ممكن يبقى في الشخص ده، حماسه، حماسه الزايد، او لما بيفكر في حاجة بيعملها بسرعة ما بيترددش. هو شخص عقلاني، انا مش بقول متهور خالص، لا هو شخص عقلاني، بس لما بيحب يعمل حاجة بينجز فيها، ما بيقعدش كتير. كمان اللي يميزه برضو هنا ان هو شخص بيعمل حيلة عشان يوصل للحاجة اللي هو عاوزها، وكمان دي بالنسبة لك انت، ان حاسس ان في جواه حاجة عاوز يقولها لك، في جواه مشاعر، في جواه اعجاب، في جواه رجوع، لو ده شخص انت تعرفه من الماضي. تمام. طيب انا عايزة اشوف الشخص ده عاوز منك ايه بالظبط. مجموعة رقم 1، الشخص ده عاوز منك ايه بالظبط. تمام، معجب بيك جدا الشخص ده، معجب بيك جدا، وبيراقبك على طول، او عينه عليك على طول، وحاسس بحب من ناحيتك. ده بيراقبك جدا 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 جدا، حاسس بحب من ناحيتك، ومعلق بك، معلق بيك. الشخص ده من ساعة ما انت اتكلمت معاه، اتعرفت عليه، او كنت معاه في علاقة بس انفصلتوا عن بعض، وهو معلق بيك. بس هو عليه حمل شديد قوي يا جماعة. مع رقم 1، الشخص ده عليه حمل كبير قوي وشديد قوي، ممكن يبقى علاقة زواج مقيد فيها، ممكن يكون بيصرف على اهله، ممكن يكون اي حاجة، بس الشخص ده فيه حمل تقيل قوي عليه. منجذب ليك، حاسس بحب من ناحيتك، بيراقبك جدا 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 جدا، معلق بيك، متعلق بيك الشخص ده. طيب تعالوا اخد لكم كارت من الرومانس.
شغف، في شغف ناحية ان الشخص ده ناحيتك، في شغف انت ما بتتكلمش معاه دلوقتي، هو قاعد بيراقبك بكل حاجة، كل الوسائل بيراقبك، في شغف ناحيتك يعني انت وحشته، عاوز يتكلم معاك، عاوز يتواصل معاك تاني، عاوز يقرب منك اكتر، عاوز يرجع لك لو انتوا منفصلين، يعني حاجة في الحاجات دي اللي انا بقولها كتير دي. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الحمل او برج الجوزاء او برج الحمل تاني او برج الاسد، بس كده. طيب انا كده خلصت مجموعة رقم واحد، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله، ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب ده سيبلكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نخش في مجموعة رقم اتنين ونشوف طاقتهم عاملة ايه. طيب تعالوا نخش في طاقة مجموعة رقم اتنين، الحجر التركواز او الحروف دي. طيب تعالي نشوف طاقة مجموعة رقم اتنين، الحجر التركواز. تعالي نشوف طاقتكم عاملة ايه، عشان لو الطاقة متغيرة تشوفوا مجموعة رقم واحد طاقتهم عاملة ايه. طيب تعالوا نبتدي بطاقة مجموعة رقم اتنين. طيب من اولها كده، انتوا بتراقبوا حد، عينيكم على حد، كل ما تفكروا ان انتوا ما تراقبوهوش تبعدوا، متبقوش كده، تحسوا ان انتوا بترجعوا تاني عاوزين تراقبوه. طيب ده اول كارت كده مجموعة رقم اتنين، ينفع بتراقبوا شخص جدا. طيب الشخص ده هو رحل عنكم او انتوا رحلتم عنه، في رحيل حصل من ناحية شخص، يا هو اللي رحل يا انت اللي رحلت وانت لسه عينك عليه، مع ان في ناس كتير عينيهم عليك يا مجموعة رقم اتنين. في ناس كتير عينيهم عليك بيراقبوك، يمكن معجبين بيك، بس انت عينك على حد. مش لازم الرحيل ان يكون في انفصال او تكون علاقه وانفصلتم، ممكن يكون اعجاب بس ومفيش ما بينكم اي حاجه، بس دلوقتي انتوا ما بتتكلموش. مش لازم يكون انفصال بمشكله يعني، لا انفصال ان هو عدم كلام. طيب تعالوا نشوف اكتر طاقه مجموعه رقم اتنين. انت مسيطر على نفسك جدا 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 وحاسس بالقناعة جواك بالحاجة اللي معاك، بس عينك برضو على الشخص ده. انت لو اتظلمت او حد جه عليك انت حقك هيجيلك قريب ان شاء الله. حاسس بحب كبير كبير ناحية شخص، وحاسس بعطاء ان انت عاوز ده. انت ايه ده، ايه الحب ده يا مجموعة رقم اتنين؟ بتحب الشخص ده جدا جدا وحاسس بعطاء من ناحيته، حاسس ان انت عاوز تقوله، يمكن عايز تعترف له، عايز تقوله باللي جواك، عايز تعرفه احساسك. طيب حلو، ايه ده، انتوا بتراقبوه جدا 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 وحاسين بحب من ناحيته جدا جدا، بس للظاهر انتوا مفيش اي حاجه، للباطن انتوا بتراقبوه وبتحبوه جدا. انتوا ناس غامضه شويه، مهما وصلتوا لدرجه الحب الجامده او الكتيره قوي برضو ما بتبينوش، بس انتوا بتحبوه قوي قوي يعني، باين جدا جدا الحب، باين جدا. طيب تعالوا نشوف في كروت الانرجي طاقتكم عامله ازاي. الانجل. طيب ده هو ده، على فكرة ده هو ده، انت بتتظاهر بالقوة، بتتظاهر بالشجاعة، ان انت قادر على كل حاجة انت فيها، عندك شوية تأملات، بتحلم، عندك حسد شديد شديد شديد، وعايش في الافكار، انت عايش في الافكار والمراقبة مجموعة رقم اتنين. قاعد بتفكر، قاعد بتراقب، قاعد بتبص على الشخص ده، بس مسيطر على نفسك جدا، وناس كتير بتبص عليك، يعني انت بتبص على الشخص ده بس في ناس كتير معجبين بيك مجموعة رقم اتنين. كمان انت وصلت لنفسك، يعني انت عرفت نفسك من جواك وعرفت انت عاوز ايه او محتاج ايه في حياتك بالظبط، او في الطاقة القريبة انت هتبقى كده وهتعرف انت محتاج ايه في حياتك بالظبط وتسعى عليه. بس في عيون كتير برضو حاسينك،
هي مجموعة رقم 2، انت محسود. بطل تفكير شوية ومراقبة. طيب ممكن تكون انت من برج السرطان او برج الحوت او برج السرطان تاني او برج الاسد. بس مش لازم كمان تكون من الابراج دي، انا بقول لك بس تأكيدا. لكن ادام سيناريو الطاقة او سيناريو القراءة عامة منطبقة عليك فاوكي حلو. تعالوا بقى نشوف الشخص ده، مين الشخص ده، نعرف مواصفاته، الشخص اللي عاوز يكون جنبك، يا ترى هو الشخص اللي انت بتراقبه، انتوا اللي هتقولوا لي بقى. طيب تعالوا نعرف مين الشخص اللي بيفكر فيك دايما وعاوز يكون جنبك. واو، شكله هو مجموعة رقم 2. الشخص ده بيحب التوافق جدا في حياته، شخص متوافق مع كل اللي حواليه، شخص جميل، مظهره يعني او شكله جميل جدا. ماشي. هو رحل لو انت رحلت عنه او ما بتوش تتكلموا دلوقتي في الوضع الحالي او في الفترة الحالية. طيب انا قلت لكم اهو ان هو من قبل ما انتوا تقولوا لي ان هو فعلا الشخص اللي انتوا بتراقبوه. الشخص ده برضو من صفاته ان هو شخص شجاع، شخص مقدام، شخص قوي، بس من جواه حنين جدا. في تواصل روحي ما بينك وما بينه، على فكرة في تواصل روحي ما بينك وما بين هذا الشخص. شخص عنده قناعة باللي عنده، فرحان باللي معاه او باللي وصل له عامة، بيسعى ان هو يطور من نفسه، ولكن برضو حابب اللي هو وصله، حابب كل مرحلة هو وصلها هو مقتنع بيها وحاببها، بس بيطور من نفسه. ده شخص جميل قوي 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 قوي. ولو انت بتدور فعلا على العوض او حاسس ان ده عوضك فهو فعلا ده. طيب شخص عقلاني جدا من جواه بيبي فيس، او هو شكلا بيبي فيس، ممكن يكون تصرفاته فيها شوية قوة، بس هو من جواه بيبي فيس وممكن يكون شكله كمان. طيب من صفات الشخص ده برضو ان هو شخص عنده حدس، بيحس بالناس وبالاشياء وبكل حاجة حواليه، بيعرف الشخص الكويس من الشخص اللي مش كويس. شخص ذكي، عنده استقرار نفسي، يعني دي حاجة حلوة قوي ان الشخص ده عنده استقرار نفسي، مستقر في حياته وعنده حكمة. يمكن الناس بتروح تستشيره في حياتها، لكن هو لا، مش بيستشير، الناس اللي بتروح تستشيره، لان هو الكينج اوف سورد. طيب كمان الشخص ده مستعد ان هو يواجه كل حاجه او كل ما ترتميه الحياه، ما عندوش اي مشكله. شخص ناضج جدا، عنده قوه فكريه، عنده قوه روحيه، عنده وضوح عقلي، عنده تفاني في غرضه ورسالته اللي هو عاوز يوصلها. كمان هو شخص واثق من نفسه جدا وعنده روح الشباب وعنده الاندفاع. كمان هو بيبقى دايما شخص فضولي، عنده رغبة في العثور على الحقيقة، يعني هو شخص فضولي جدا مستمر في تغيير نفسه. بيحب جدا الانتصار، ما يحبش خالص 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 ان هو ينهزم، دي حاجة مش موجودة في القاموس بتاعه. دايما هتلاقوه عنده افكار جديدة، شخص مفكر متجدد. هو شخص محتاج شوية للمرونة، هو شخص محتاج شوية ان هو يكون مرن. هو عقلاني جدا بس دماغه يعني محتاج ان هو يبقى مرن شوية في حياته. طيب كمان الشخص زي ما قلت لكم هو بعد عنك او انت بعدت عنه، يعني هو اكيد الشخص اللي انت كنت برضه بتفكر فيه او بتراقبه لما طلع في طاقتك. لان طاقة الرحيل هنا وهنا، مش معنى طاقة رحيل يعني انتم انفصلتم عن بعض نهائي، لا، ممكن تكون انتم بتتكلمش معاه وهو ما بيتكلمش معاك، بس مفيش مشكلة، ممكن يكون شخص معجب بيك وانت معجب بيه، يعني عادي، بس المهم ان يكون مفيش كلام في الفترة الحالية. طيب هو شخص دايما هتلاقوه عايش في منافسة في حياته، عايز يفوز بأي تمن، يعني الشخص ده اللي يخش معاه في اي معركة او اي منافسة بيخسرها على طول. طيب في حتة برضو في ان هو عنده شوية اسمها ايه، مكر شوية، ان هو
بيوصل للحاجة اللي هو عاوزها حتى لو عمل أي حاجة فيها شوية مكر، يعني عادي بالنسبة له، عادي، المهم إنه يوصل للحاجة اللي هو عاوزها وياخدها. طيب كمان الشخص ده إيه، دايما بيزن أفكاره ويتعامل مع كل الجوانب عشان يوصل للحل المظبوط. تعالوا نشوف أكتر. هو شخص متحمل المسؤولية جدا، الشخص ده متحمل المسؤولية من الطراز الأول، مستواه المادي كويس، وكمان أنا شايفة إن ممكن تكون أنت لسه متعرف عليه، مفيش بينكم كلام قوي، الشخص ده بعيد عنك، أو الشخص ده لما دخل في حياتك حسيت إن هي هدية من ربنا. طيب مش دخل حياتك إن انتوا بقيتوا في علاقة، ممكن دخل حياتك إن انت اتعرفت عليه بس. برضو عندي طاقة هنا ان ممكن يكون الشخص ده في علاقة زواج، ده لو انت عارف ان هو في علاقة زواج، تمام، فدي برضو حاجة بتبين لك ان هو ايوه اوكي هو ده، او شايل المسؤولية. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الاسد او برج العقرب او السرطان او الجوزاء او الميزان. تعالوا نشوف شكله ايه الشخص ده. لو بنت، البنت دي شعرها قصير، لو هي مش محجبة، وانت شاب البنت دي شعرها قصير، لو هي مش محجبة. طيب شكله ايه، شكله اصغر من سنه الشخص ده، يعني هو مثلا عنده 35 سنة يبان عليه 30 حاجة كده، يعني شكله لما تبصله تحس ان هو اصغر من سنه. طيب تعالوا نشوف ايه اكتر، الشخص ده شكله عامل ازاي، شعره حلو قوي، حلو قوي، يعني طوله متوسط، عنده عضلات، ممكن يبقى من غير لحية لو شاب، من غير لحية. ايه تاني الشخص ده، بشرته اسمر يا اما قمحي، قمحي فاتح، او مش عارفه بيقولوها ازاي، او قمحي مايل للبياض برضه لو بنت فيها شعرها قصير. عين الشخص ده واسعه او حلوه او باينه فيه ان هي حاجه بتميزه عينيه. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج ايه، من برج العقرب او الاسد او الحمل، بس كده. تعالوا نشوف الشخص ده شغال ايه. مهندس او رجل دين، او لو بنت فهي دارس دين، ولو ولد فهو دارس دين او شغال حاجة ليها علاقة بالدين. ايه تاني، شغله بيدي الناس فيه نصايح، بيدي الناس فيه خبرات، زي الدكتور، زي المحامي، زي بيدي استشارات مثلا، او بيبيع حاجة، او مثلا هو مندوب بيوصل حاجة لحاجة، المهم ان هو ماسك حاجة في ايديه وبيقدمها لحد، يا خبرات يعني حاجة معنوية زي خبرات استشارات، او حاجة مادية ان هو بيوصل حاجة فعلا بايديه لحد او بيدي حاجة لحد. طيب شغله ايه كمان الشخص ده، على طول شغله عامل له ستريس، عامل له ضغط، عامل له عصبية، مخليه على طول عصبي. ممكن يبقى شغال ضابط او شغال حاجة ليها سلطة، برضه مهندس، وايه تاني، او لسه بادئ مشروع او عمل جديد، او شغال حاجة ليها علاقة بالاموال، محاسب، كشير في سوبر ماركت مثلا، محاسب في بنك، يعني كده. تمام ممكن يكون برج العذراء او السرطان او الحمل. بس تعالوا بقى نشوف الشخص ده
حاجة تميزه، حاجة انت تميزه بيها، ممكن تبقى في شكله او في شخصيته اللي هيطلع هنقوله. شخص عاقل، شخص متوازن، هتلاقوه برضو متدين شوية، قريب من ربنا شوية، او ساعات تحسوه ان هو منعزل لوحده، خد جنب كده لوحده وبقى منعزل. طيب تعالوا نشوف اكتر. متوازن، شخص متوازن، شخص عاقل جدا، يعني حاجة اللي تميزه بيها شخص عاقل جدا، وشخص انت حاسس ان في تواصل روحي معاه وانت شفته قبل كده، او الشخص ده في علاقة تانية وانت عارف ان هو في علاقة تانية. متوازن جدا جدا الشخص ده، تحسه ان هو عصبي بس من جواه طيب، تحسه ان هو قاسي بس من جواه حنين، يعني شفتوا انتوا الميكس الغريب ده. بس هو الحاجة السائدة هنا ان هو شخص متوازن جدا وعاقل جدا، وانت بتحس ان هو توأم روحك، او بتحس ان في تواصل روحي ما بينك وما بينه، في تخاطر، في اوقات انتوا بتتكلموا مع بعض في نفس الوقت، او مثلا تقول له ده انا كنت لسه هكلمك، يعني في تواصل للافكار، في تخاطر ما بينكم انتوا الاتنين. او الشخص ده في علاقة تانية وانت عارف، او الشخص ده قريب من ربنا ومتدين، او بيحب لوحده ساعات كده. ساعات كده يحب ان هو يقعد لوحده او ينعزل. ايه تاني الشخص ده؟ بتحس ان هو عصبي بس هو من جواه هادي جدا جدا جدا، من جواه شخص مسالم جدا وبيحبش الحروب خالص، مسيطر جدا، مسيطر جدا الشخص ده. ممكن كمان حاجة تميزه، ان انت حسيت ان الشخص ده فيه انجذاب جسدي، هو منجذب عليك جسديا فبعدت عنه بس لسه بتراقبه. ممكن كمان يكون الشخص ده بعيد عنك في المسافة، انت في حتة وهو في حتة، او انت في بلد وهو في بلد، بعيد عنك في المسافة. وتميزه برضو انه طاقته بطيئة جدا جدا جدا، طاقته بطيئة قوي قوي. طيب تعالوا نشوف، طيب بتاع عملت، هنشوف كارت من تروت الرومانس. برضو سبحان الله نفس الكارت اللي طلع المجموعة رقم واحد، في شغف عليك من هذا الشخص. الشخص ده انت وحشته جدا، عاوز يتكلم معاك، عاوز يشوفك، عاوز يتواصل معاك، سواء انت انفصلت عنه فعاوز يرجع لك ويتكلم معاك، سواء انت كنت معجب بيه بس ما بتتكلموش دلوقتي في الفترة الحالية فهو عاوز يتكلم معاك. طب تعالوا اشوف لكم الشخص ده عاوز ايه، هو عاوزك معاه ليه، او هو بيفكر فيك ليه. تعالوا نشوف. لمجموعة منكم منفصلين، او اللي حصل ما بينكم خلاف، الشخص ده عاوز يرجع لك ويدافع عن نفسه. بس ما تقولوش ان انت غلطان، لان الشخص ده ما بيحبش المواجهة خالص. طيب عايزين نشوف، عاوز يرجع العلاقة، الشخص ده عايز يرجع العلاقة معاك، وعاوز بداية بفرصة جديدة معاك. لو انت كنت منفصل عنه فعاوز يدافع عن نفسه، بس ما تقولوش ان انت غلطان او ان انت غلطت في حقي، لا ترجعوا مع بعض كده وخلاص، ما يبقاش في عتاب يعني، او في مواجهة، لان هو شخص ما بيحبش المواجهات، والكارت ده يعني بداية جديدة. طيب لو هو كراش بالنسبة لك، او لو انتوا مرتبطين حاليا بس في بينكم شوية خلاف بسيط، فالشخص ده عاوز بداية معاك بحب، بداية بحب، بداية بحب. طيب انا كده خلصت مجموعة رقم 2، هقول لكم بس الابراج. عندي هنا برج القوس وبرج السرطان، برج الجدي، برج العقرب، برج الجوزاء، برج الميزان، وبرج العذراء. طيب
انا كده خلصت قراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب بسيبلكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. وياريت تقولولي افكار عن قراءات عاوزينها الفترة الجاية او محتاجينها جدا، انا بقرأ كل التعليقات بتاعتكم وبشوف كل حاجة انتوا بتكتبوها. فلو حد عاوز قراءة اكتبوا اللي انتوا عاوزينه، وعاوزين افكار جديدة لقراءات جديدة نعملها. تمام، طيب شكرا ليكم، باي باي.